أكد نيبوتشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني أن الأهلي فريق كبير، لكن فريقه جاهز لمواجهة اليوم والتأهل للمباراة النهائية في البطولة العربية. هو قاد فريق كبير الداد الفيصلي. Everyone enjoy in the travel. وكل واحد استمتع في المباريات اللي قدمناها. No one don't like to our trip stay and everyone we will do all possible and impossible to we travel continually. وكل واحد قدمه هو راح يكمل بطريقة كويسة إلى الأمام. طبعا كل مباراة بتختلف عن الأخرى، هو حضر الفريق للمباراة هاي، لأن هي يعني مباراة مهمة، الفائز فيها بيطلع للنهائي. وبالنسبة للاعب بلال، هو لاعب له وضعه بالفريق، وأي مدرب يعني ما بيحب يكون هو خارج الكشف.